قولكم لا تخدعون الجماهير بالله هذا شعر ولا تسول. لا قال له يا شيخ صاب الصعاطير رفع بها الكرسي وردهم حول. ما باقي الا يقلع الشيخ ويطير ويروح مروح القطع عام الاول. المشيخه ما ترتبط بالدنانير شعر ونفاق ومدح وامر يهول المدح للي ينطحون الطوابير دوله على العود على المجد الاول. مساكم الله بالخير يا شباب. نور عليك يا ابو حشر. يا حالك يا حشر. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ابو ما شاء الله. بس يبالها تلميع ساطع انت كان رشيت بويا بس. ما عليك حطيتها بالبستكلي الا انضفت. مرة هذا ارطاء فيها شيء حتى الجرجير ظهرها لي من عام 1425. اللي في رمضان والعيد؟ في رمضان والعيد. العلوم والله كل شيء زين ابشرك. ابو بنت الدين اخبارك؟ الحفراوي الطائفي. الحين طايفي خلاص. اي الحين طايفي خلاص. يا مرحبا والله الشباب وحشيني والله. والله انا فالعايد الله يذم البنود اللي فاتت وفصلتها. اذا وفقك الله في خياط كويس القماش لا تشيل همه. يوم اعلاننا يا جماعه الخير لقمشه التميمي الصيفيه. يا جماعه عندهم تشكيله واسعه من الاقمشه. اهل الديار الحاره جده الدمام الرياض فيها قمشه بعرضها لكم وانصحكم فيها. كثير جاني يا مخلد اقمشتكم منين صراحه انا اخذت منهم كميه فالاعلان على اخونا طلال العتيبي يا جماعه الخير من شركه التميمي للاقمشه. وش تنصح المتابعين واهل المناطق الحاره ياخذون منكم؟ ترى العرب بقى شوي ونطلون ثيابهم. احنا بالتميمي خصوصا في الحمله هذه مرشحين ابرد الخامات اللي عندنا. تمام مرشحينها وبنعرضها اليوم ان شاء الله معك. طيب وش الخامه هذه؟ الباقه هذه الباقه اليابانيه مناسب للرسميات وباردة على الجسم. طبعا هذا النص واقف وهذا الربع واقف. للعميل حرية اختيار اللون ونوع الخامة. سعرها 290 ريال شامل الضريبة والتوصيل. اما هذا يا ابو غازي الباقة الكورية. الباقة الكورية ميزتها الخامة ممتازة وسعرها قليل. عندك القطعتين نص واقف وربع واقف ب 199 ريال شامل الضريبة والتوصيل. يقدر يختار العميل اللون ونوع الوقفة. الباقة هذا بتكلم لكم عنها يا جماعة الخير. سوبر أميس كورية ميزتها خفيفة وباردة يا جماعة. فصلت في رمضان منها ثوبين للأمانة أبعيد الكرة معهم. أعجبنا الثوب خفيف وبارد سعرها 249. طبعا فيها النباتي وفيه الأبيض إذا حاب. إيه أنت ما تطمع بطيق هذه؟ بطيق ترى أحسن. أطيق اللي صار زي أنا عندي عيالي بفصل لي والعيالي أخذ طاقة. هذه سلمك الله فيها سبعة أيام. اشهد الله سبع اسوات ما هي بواحد ولا اثنتين. وسعرها يا طويل العمر شامل كل شيء ب 699 ريال. ولا انا الربع واقف هذا فيه خاصيه ترى ما في الكهرباء هذه اللي تجي في الثياب. ايه تجي لك شاط شطه ومغربل الفضفاض هذا خاصيه فيه ما في ما تجي ما يجي في الكهرباء. هذا القماش اللي انت صورته قبل شوي تقول فصلت منه في رمضان وانا بعد فصلت منه. سوبر رميس سوبر رميس الكوري طال عمرك يفصل سبعة يجي ما له شكل ولا بلاد. هذا اللي طال عمرك خمسة رجال باخذه وبسلي هيا ما له شكل هذول ولا بلاد. بندر اخذ الريجيل اخذ انا باخذ قسم من قسم الريجيل. يا ابو غازي كم سعره يا ابو شامل؟ سعره طال عمرك 600 ريال صافي على تاخذه وتغير من الخياط تفصل وتمشي. شامل كل شيء؟ شامل كل شيء توصيل ضريبه كل شيء. يا ابو غازي قماش ضد السوائل يجي منه لونين سكري وابيض. شوف لا لا تقول لا شوف كيف حرام خربت ثوب العرب. ما جاك عندي شفت لا جاك مناسبه رسميه وتروح لها وتاخذ القماش اللي زي كذا 199 شامل الضريبه. ايش رايك؟ اشوف الثوب كيف لكن حصل اي حاجه. هذا حمله معنا من هالحين هالحين بناخذ منها بناخذ طاقه كامله لونها. طبعا ابو غازي العميل اول ما يدخل على الموقع هذه طول العمر الباقه يدخل عليها طريقه كذا يجيك الثوب الاول. للعميل حريه الاختيار اي خامه. مثلا اخترت نص واقف الخامه الثانيه اخترت سبان بارد اضيفه للسله. ويوجد خدمة تمارا وتابي تقصيد. والله شغل فنان يا جماعة الخير وانصحكم بالتجربة وان شاء الله اذا لبستوها في العيد تذكروني بدعوة. ابشر بعز نقطة في كل كبيرة صغيرة ابشر بعز ما في كذا كذا هنا هنا ان شاء الله العروض كلها تناسبك انتم متابعين انت وافي علومك غانمة. بسم الله خلينا نشوف العروض اللي عندك.